وهكذا. فصل في ذكر الملائكة الذين شاركوا في معركة بدر. قبل الخوض في هذا الكلام، هناك بعض الأفلام التي يقال عنها خيال علمي تصور كينونات أو كائنات فضائية تنزل من السماء لها دم أخضر، إذا جرحت سال منها دم أخضر. هل هذه خرافة أم يوجد شيء في شرعنا المطهر يثبت أن هناك مخلوقات لها دم أخضر؟ قال الراوي عن معركة بدر: جيء بأحد صناديد قريش يجره أحد الصحابة الضعاف، وكان هذا الصنديد من قريش رجل كامل القوة وسريع، مع أنه أسره رجل ضعيف من الصحابة، قيل هو من الأوس أو من الخزرج، أي من أهل المدينة. فتعجب الناس فقالوا له لهذا المشرك: أسرك هذا الرجل؟ هذا الرجل أسرك؟ قال: لا، بل أسرني الرجل الذي جرحه أخضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسره ملك، أو كما تقول الرواية: رجل جرحه أخضر وليس أحمر، جرحه لونه أخضر. سبحان الله، معناه أن هذه الملائكة كانت يصيبها الجروح والأذى، ومنهم هناك رواية تقول بأن هناك بدريين استشهدوا من أهل السماء، والله أعلم.